ونبقى مع العقار، حيث ارتفع مؤشر قطاع العقارات في سوق دبي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2009 بنسبة 28%. وقال تقرير لمركز معلومات مباشر إن مؤشر القطاع بلغ أعلى مستوياته منذ بداية العام الحالي، كما بلغ أدنى مستوياته خلال الفترة مع بداية شهر فبراير الماضي. وأضاف التقرير أن الأداء المالي لأغلب شركات القطاع خالف أداء السوق، في حين أكدت كافة التقارير الاقتصادية أن جميع العلامات المشجعة في القطاع العقاري بدأت بالظهور، سواء بالنسبة لاستقرار الأسعار مع التراجعات التي شهدها الربع الثاني التي تقل عن الربع الأول إلى حد كبير. كما أصبح المستثمرون النهائيون وعلى المدى الطويل أكثر وضوحا ورغبة في الاستثمار في السوق المحلية. وهذه نبذة مشاهدين عن أرباح الشركات العقارية في النصف الأول لعام 2009، ونبدأ من شركات أبوظبي العقارية. فشركة الدار العقارية وهي الشركة المطورة الرئيسة في العاصمة سجلت خسائرا بنسبة 56%، أما شركة صروح فسجلت انخفاضا بمعدل 74%، كما سجلت رأس الخيم العقارية أيضا 36%. أما سوق دبي فقد سجلت شركة عمارة عقارية وهي الشركة الأضخم في مجال العقار انخفاضا بنسبة 135%، إلى جانب شركة ديار للتطوير التي هبطت 71%. وأخيرا سجلت شركة أرابتك خسائرا بنسبة 32%. مشاهدينا، والمزيد حول سوق العقار في الدولة، معي عبر الهاتف من العاصمة البريطانية لندن السيد حسين السجواني، الخبير العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة داماك القابضة. رحب فيك سيد حسين. أهلا وسهلا فيك. في البداية، كيف تجري مشاريعكم أنتم في داماك، خصوصا وأنكم من الشركات التي استغنت عن بعض من موظفيها في بداية الأزمة؟ ما في شك، الأزمة لما بدأت في أكتوبر الماضية قمنا بالاستغناء عن بعض الموظفين بالذات في مجالات المبيعات، لكن في مجال الكونستراكشن والإنشاء بالذات فنحن ما زلنا نعين موظفين، والحمد لله مشاريعنا ماشية. قمنا بتسليم أكثر من 3000 وحدة سكنية لحد الآن، عندنا في حدود 7000 وحدة سكنية الآن تحت الإنشاء، والآن طرحنا 8 مناقصات في دبي لـ12 برج، وسنقوم إن شاء الله في نهاية 2010 بتسليم 25,000 وحدة سكنية بالكامل. فجميع المباني التي قمنا ببيعها نحن ملتزمين في البناء ومركزين على عملية التسليم للزبائن. طيب، هذا كلام إيجابي. في رأيك، هل بدأت الأزمة المالية في الانحسار وأن تأثيرها على قطاع العقار بدأ يقل؟ ما في شك، الأزمة كانت عالمية وهناك بوادر جيدة من خلال التحسن الاقتصاديات بالذات في أمريكا وفي بريطانيا، وهذه بوادر جيدة. كما تعلم اقتصادنا مرتبط بالاقتصاد العالمي، وأي تأثير إيجابي على الاقتصاديات العالمية والخروج من الأزمة سيؤثر لدينا إيجابيا إن شاء الله. طيب سيد حسين، إذا جرينا مقارنة بين أسعار العقارات في النطاق المحلي وتحديدا بين أبوظبي ودبي، فكم هبطت الأسعار في الفترة الماضية في كل منهما؟ في حدود ما بين 30 إلى 40%، ولا ننسى أن هناك كانت طفرة غير طبيعية وكانت في أسعار يعني فيها مزايدة كبيرة في 2008. فما في شك هاي الأسعار انخفضت، الآن هي أسعار منطقية. لكن أريد أن أذكر بأن أسعارنا اليوم ما زالت أعلى في حدود ب50% من أسعار 2004. طيب، هذا سؤالي كان القادم، هل لاحظتم من أسعار العقارات عادت إلى مستوياتها الجيدة للاستثمار مرة أخرى؟ ما في شك، الأسعار الآن أسعار مناسبة، والشخص أو الأفراد أو المؤسسات اللي لديها سيولة إضافية وتنظر الاستثمار بحقائبها في سلة حقائب مختلفة من أسهم وعقار، الآن وقت لا بأس به من البدء في النظر، ولكن بشرط أن تكون الاستثمار في مواقع مميزة، مواقع جيدة. طيب سيد حسين، سؤال الأخير، هل تنصح المستثمرين بالدخول في سوق العقار في هذه الفترة؟ مثل ما قلت لك، ما في شك، حسب سيولة الشخص، حسب النظرة المستقبلية له، الذي ينظر إلى نظرة 2 إلى 3 سنوات، الآن وقت جيد للشراء في المواقع الجيدة. نعم، سيد حسين السجواني، الخبير العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة داماك القابضة، نشكرك على المشاركة وعلى هذه المعلومات. شكرا. قبل الختام، مشاهدينا، في سوق الأسواق في أسواق الأسهم الإماراتية انخفضت اليوم سوق أبوظبي بالتحديد ما يعادل 0.5% بتعاملات شحيحة بلغت حوالي 1.75%، أما شركة رأس الخيم العقارية فأيضا انخفضت ما يعادل 1%. سوق دبي من جهتها ارتفعت قليلا بعد أن شهدت ارتفاعا جيدا في بداية الجلسة، إلا أنها انخفضت في منتصف الجلسة، وذلك بتأثير من سهم عمار القيادي، حتى وصلت في نهايتها في نهاية الجلسة لانخفاض بلغ 0.5%.
بتعاملات بلغت 750 مليون درهم. مشاهدين هذا ما لدينا اليوم في الموجز الاقتصادي، فشكرا على المتابعة، وبعد الفاصل عودة للزملاء في استديو علوم الدار.